فريق عمل التلفزيون المصري على قدم وساق فيما يقوم به من جهود من مدينة شرم الشيخ. أجرى موفد التلفزيون المصري يوسف عبدين لقاء حصري مع محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بدولة البحرين على هامش COP27. مشاهدينا الكرام، نرحب بحضراتكم معنا في تغطيتنا المستمرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، قمة التنفيذ من هنا من مدينة السلام، من مدينة شرم الشيخ. والطاقة أحد القطاعات المسببة للانبعاثات الحرارية، وفي هذا الإطار يسعدنا أن يكون معنا ضيفا كريما الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ بمملكة البحرين. دكتور محمد، نرحب بك معنا. شكرا جزيلا على الاستضافة، وفي البداية أحب أتقدم بالشكر الجزيل إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، البلد الصديق، البلد الأخ، شقيقتنا الكبرى مصر العربية، وإلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن الضيافة والاستقبال وحفاوة التنظيم لهذا المؤتمر الهام. بداية ضيفي الكريم، حدثنا عن مشاركتكم اليوم في قمة COP27، قمة التنفيذ، وتحديدا فيما يتعلق بمجال الطاقة والبيئة. للأمانة هذه ليست من أول المؤتمرات اللي أشارك فيها في التفاوض في نواحي تغير المناخ، ولكن لازم أنوه إلى المزاج العام والارتياح العام في تواجد كافة الوفود اللي موجودة في جمهورية مصر. اليوم عادة اجتماعات تغير المناخ يكون فيه اجتماعات شد وجذب، ولكن هناك ارتياح لوجودنا في مصر الشقيقة من خلال التفاوض. التفاوض اليوم في قطاعات مهمة يجب أن العالم يتجه لها، والتزامات دولية خذها من اتفاقية باريس وتعهدات في مؤتمر غلاسكو. اليوم نتجه إلى مرحلة التنفيذ، وشن هي العقبات، ما هي العقبات لهذا التنفيذ؟ التمويل هو أهم الأسباب في العقبات. اليوم يوجد التزام تام على الدول المتقدمة تجاه الدول النامية، وهذا من اتفاق باريس وقبله في الاتفاقات السابقة. وكذلك التمويل وغير التمويل، توفر التكنولوجيا ورفع القدرات للدول النامية، هذه أهم المحاور اللي يتم التفاوض والنقاش فيها اليوم. ملف الطاقة معالي الوزير هو أحد الملفات الهامة في قضية التغير المناخي. كيف تتعاطى مملكة البحرين مع هذا الملف والمستجدات في عالم التحول إلى الطاقة المتجددة من مشروعات ومبادرات؟ مملكة البحرين وضعت على نفسها التزام في مؤتمر غلاسكو. أول التزام الحياد الصفري في 2060، ثاني التزام في 2035 تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% من خلال عدة مبادرات: الخطة الوطنية للتشجير، زرع ما يقارب 4 مليون شجرة إلى 2035 بمعدل 140 ألف شجرة سنويا، مضاعفة 4 أضعاف أشجار القرم وهي المانغروف من خلال زرع سنويا شتلات للمانغروف. تم إنشاء أكبر مشتل للقرم في مملكة البحرين بسعة 1 مليون شتلة لهذا المشتل. الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وحطينا على أنفسنا عبء أن احنا نتحول بنسبة 40% مع حلول عام 2035 إلى الطاقة المتجددة. كل هذه المبادرات سوف تصل مملكة البحرين إلى الحياد الصفري في 2060، ولكن نؤمن أن الطاقة، وخصوصا الطاقة بمختلف أنواعها، ليس المشكلة في الطاقة، ولكن المشكلة في كميات ثاني أكسيد الكربون التي تنتج من هذه الطاقة. لذلك اتجهنا إلى التكنولوجيات الجديدة في اصطياد الكربون وتخزينه والاستفادة من هذا الكربون. واليوم قاعدين نشوف التوجه إلى سوق للكربون بيخلق فرص استثمارية جديدة لهذا الكربون. فالكربون لم يعد متهم كما كان في السابق، بالعكس ممكن يكون فرصة لاستخدامه
لجني أرباح من وراء حبس الكربون. هل هناك شراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بمشروعات الطاقة في البحرين؟ طبيعي، القطاع الخاص هو الجزء المنفذ اليوم، القطاع الحكومي هو اللي يخلق الأرضية والقوانين والتشريعات ويضع سياسة الدولة، ولكن التنفيذ يكون من خلال القطاع الخاص. ولكن أؤكد لك أن القطاع الخاص اليوم كله يتجه في نفس التوجهات الحكومية، من خلال تخفيض 30% في 2035 إلى تخفيض أو الحياد الصفري في 2060. كيف شجعتم القطاع الخاص؟ ربما القطاع الخاص دائما ما يبحث عن العائد الاستثماري. اليوم طال عمرك إذا بتي بتشوف القطاع الخاص كله يتجه أنه هو يكون عنده ESG بلان، كيف ممكن هو يطلع بصورة صديقة للبيئة. اليوم مجال التمويل من خلال البنوك لا يمول إلا مشاريع صديقة للبيئة، فلذلك القطاع الخاص قام يتجه اتجاه الدول في خططها للحياد الصفري، في خططها لتقليل الانبعاثات، فالحكومة تأهل الأرضية لقيام القطاع الخاص بهذا الدور. أخيرا ضيفي الكريم، توقعاتك لما ستخرج به قمة COP27، قمة التنفيذ من هنا من شرم الشيخ؟ قمة شرم الشيخ كانت ناجحة من أول يوم، من خطاب سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقمة ناجحة. كل اليوم التفاوض يمشي بصورة منتظمة، نتوقع أن احنا نطلع بمكاسب خصوصا للدول النامية في موضوع تحقيق أهدافها في مكافحة تغير المناخ. الدكتور محمد بن مبارك بن دينا، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ بمملكة البحرين، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، ومرحبا بك مرة أخرى هنا في مصر. شكرا لك. شكرا. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا، وتغطيتنا مستمرة لمؤتمر الأطراف COP27، فابقوا معنا.